فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم التعريف بالشاة الضائعة كما ورد في الحديث، فهل لا بد من تعريفها؟ لا، ما هي بتعرف، لكن تضمنها بقيمتها إذا جاء صاحبها. لا، ما هي بتعرف، تنتفع منها بها على طول، ولكن إن جاء صاحبها فعل قيمتها، أما جاء فأنت انتفعت بها بدل أنها تضيع وتهلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.